السلام عليكم. وعليكم السلام. صحة سحورك بعدا، أنت اللي جاي تفيق من السحور، قرب الميكرو عندك شوية. مرحبا. شنو تقول يعني بعدا شكرا لك بعدا على هذا العمل اللي كتقوم به، عرفنا بك بعدا. نديم محمد، ملقب بالمجدوب والغرباوية، نديم محمد، مقدم ديال حماتشة. ومرحبا الاخ. منين انت كتزاول هذه المهنه هذه، وكيفاش يعني باقي محافظ على هذا التقليد هذا في هذا الشهر الكريم؟ هذه المهنه تنخدم هذا التفيق ديال رمضان من تكون شي 30 عام هذه ولا 34 عام هذه، وباقي الناس محافظه على العاده، باقي كيتسناوك الناس كيفيقوا على الصوت ديالك. كيتسناوني الناس، انا ولد البارح ما دزتش، كانت واحد الشتي ولا الشتي ولد البارح ايه ما دزتش، والمرة كانت يلا نودات حطات الكوكوط سخنات، وفاش سخنات لها الكوكوط بان ما يدوز الطبال باش عطفي البوطا وينوضو يتسحروا، وانا ما دزت واش حرق ليهم السحور وبقاو بلا سحور وعاقبوني هذا النهار. تلقاو لك؟ تلقاو لي هذا النهار وعاقبوني. انت ولد الحومه هنا؟ انا ولد الكارتي. ديما كتخدم كل رمضان؟ كل رمضان هنا، شاد شارع المدرسه حجاوه، شارع المدرسه، شارع صحراوه الحميديين، وشارع الحمام. وكنشوفك انا كنت يعني كتمشي بايقاع، يعني واش ما كيقولش لك الناس شي واحد كيقول لك صدعتينا ولا شي حاجه؟ لا ما كتلقاش بحال هاد الحويجات؟ لا بالعكس، بالعكس الناس تيحبوا هاد التراث هذا، واخا عندهم تليفونات وهادي تيتكلوا عليا انا التقليد، لانه هذا سير شوف مدينه مكناس. ايه ما باغينش يحيدوا هاد الحرفه. كاين اللي كيدير الغيار وما بغاوش هاد الحرفه، يقدروا يوقفوني ولا هذه، ولاني الناس باقا تحب هاد الحرفه والتقليد. يعني واش دابا انت ملي يعني واش كتحس بانه تقليد انك جيت تفيق الناس؟ انا لما فيقتش تتبقى انا ناقصاني شي حاجه خاصاني، بحال هذيك النهار طاحت الشتا ما فيقتش، حسيتي بالتأنيب الضمير. تكيت نعست قبل الوقت، وفاش فقت قلت للمراه عطيني الطبل نمشي نفيق السحور، قالت لي راه ود الفجر. وبغى نسولك واحد السؤال، واخا اسمح لي غادي يعني نقدر واقيلا نقول غندخل معاك شويه. مرحبا. واش كاين شي بركه تسمع مع كاين فيه شي مدخول هذا الشيء؟ كاين كيتهلاو فوق الناس؟ والبركه ما تخطى، بيناتنا كنا فقراء، شي تيعاون شي، والبركه ما تخطى، واللي قسم الله تبارك الله والحمد لله عليه. اللهم يسر، اللهم يسر سيدي. غادي نكملوا معاك فياق السحور باش ما تفوتش على الناس اللي ولاو غدا عاوتاني واقفين عليك، غنوليو شارين عليك. مرحبا. شكرا لك على يعني التجاوب ديالك معنا، وعلى يعني انا تنشكر اذاعه شوف تي في اللي جات زارتنا وتفكراتني وجات لعندي وزارتني، تنشكرها بزاف. وبغينا نحيو معاك حتى هذه العاده هذه، ونوريو للمغاربه راه باقي المكانسه محافظين على جزء من التقاليد ديال بكري. مرحبا. حيت مكناس مكاو ناس، بكاو ناس، فيه 99 والي، وهو اللي فيه عيد الميلود النبوي، وتتحضر له الناس عالميين. نعم الحمد لله عالميين تيجيو هذا الموسم. نكملوا معاك السحور. مرحبا. سير على الله. تفضل. مرحبا. تفضل. تحياتي. مبارك سعيد. صحة سحوركم. كان معكم منير من العاصمة الإسماعيلية مكناس، إلى اللقاء.